بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية. درس جديد. الدرس الأول أخذنا فيه معلومات عن linear partial differential equations of higher order. الدرس اللي بعديه كان كيفية حل linear homogeneous. اليوم إذا انتهينا linear، هلا عندي إيش؟ linear non-homogeneous. طيب، consider the linear non-homogeneous PDE للشكل التالي. هنقولنا هذا رمز لا مقدار، عشان ما نكتب لانه طويل كان عندنا، تتذكروا في المحاضرات السابقة اللي حليناها. في المحاضرة السابقة كان عندي الطرف الأيمن صفر، اليوم لا، function. لاحظوا بقى ايش بيعتمد على x و y. أول تعريف عندنا اليوم، any solution of one is called a particular integral أو particular solution. ممكن نقول ترى إذا أي حل بحقق هاي المعادلة، أي حل، كلمة أي حل لاحظوا معناته هاي لها حلول كثيرة، واي واحد فيهم بحققها شو بنسميه احنا؟ بيرتيكولار انتجرال. طيب، عندي نظريه التالي بتقول if z sub c is the complementary function and z p a particular integral of the of a pde 1 then لاحظوا مجموع z c زائد z p هنسميه z is the general solution of 1. دائما لما بنحكي عن حل المعادلات التفاضليه بشكل عام، شو ما تكون بنحكي عن دائما جنرال سولوشن، اللي بحصل عليه دائما كل الحلول موجوده فيه. طيب، شو يعني معنى كلمه هنا كومبلمنتري فانكشن؟ المقصود فيه، لاحظوا انا في المحاضره السابقه كان هون عندي طرف ايمن صفر وكنت احل هذا الحل، كنت احصل عليه زمان هو هذا هو، بس هلا لانه هذا لاحظوا كيف حل هاي المعادله بتكون من حلين، صار اي حل بحقق هاي المعادله وحل اخر لما بسويها بالصفر. فلما بسويها بالصفر شو بنسميه احنا؟ زد صب سي اللي هو كومبلمنتري ايش؟ سولوشن. وانا حكي هون لاحظوا كيف ذا جنرال سولوشن اوف، شو قرب المعادله هاي والمعادله هاي. انا عملت الطرف الايمن صفر بس، يعني جبت الطرف هذا سويته بالصفر فصار عندي المعادله بالصيغه هاي. هلا حل هاي المعادله شو بسموه؟ كومبلمنتري فانكشن، وبنرمز له بالرمز زد السي، اللي هو بنرمز بالرمز زد السي. اذا انتهينا، اذا معناته حتى احل هاي المعادله انا بحاجه فقط الى ايش؟ لطريقه لحساب زد البي. زد السي مرات معنا كيف نحسبها، فراح يكون تركيزنا على كيفيه حساب هاي زد البي. طبعا راح نوضح مسائل كثيره بالتوضيح كيف للتذكير راح نحسب زد سي، وهون جديدة، هاي مش جديدة هون. اوكي. Method of finding particular integral. لاحظوا الطريقة بيقول لي هي عبارة عن زد البي تساوي واحد على اف دي اكس دي واي. قلنا بتعرفوا شو بعنوا في المحاضرة السابقة اخذناها، ضرب اف اوف اكس الواي. تبلى عندي هذا اللي بسموه هون اوبريتر، يعني كيف بأثر هذا المقدار على هذا الفانكشن حسابه؟ عرفت علي كيف؟ نشوف كيفية تأثيره، هذا مؤثر في الرياضيات وليس بالمفهوم الضرب العادي اللي بنعرفه، راح نشوف خلال الأمثلة الجاية. هذا المقدار شو سمينا؟ is defined as the function، النتيجة function. هلاحظوا كيف؟ وزد البي حل، فالحل هو عبارة عن function، هذا المقدار عبارة عن function. هذا الفانكشن اللي بحصل عليه لاحظوا كيف، لو اثرت على هذا المقدار راح يعطيني نتيجه فانكشن. هاي النتيجه لو اثرت عليها بهذا المقدار، انه هو عباره عن اشتقاق لو تتذكروا، بيعطيني مين؟ بيعطيني هذا الاقتران. طبعا بجوز انتم خربطتوا وما فهمتوش كويس، هلا بنوضحها من خلال الامثله. اوكي، نوت هنا دي اكس، دي اكس تربيع الى اخره، will stand for differentiating partially with respect to x once twice and so on. هذا الرقم شو بيعني؟ مشتقة المقدار بالنسبة ل x مرة واحدة، طبعا partial derivatives كل هنا عندنا، هون مشتقة مرتين بالنسبة ل x وهكذا، طبعا اشتقاق جزئي. فعلى سبيل المثال لاحظوا كيف لما نقول دي اكس لهذا المقدار شو معناته؟ بدي اشتق هذا المقدار بالنسبة ل x ماله؟ مرة واحدة، فنقول 3x تربيع y قوة 6، هاي هي نفسها الرمز، بدي اشتق هذا المقدار. طيب، لكن لما بكتب d، لاحظوا تربيع صب x، شو بنقول معناته؟ بدي اشتق هذا المقدار مرتين. طبعا بتعرفوا انتم الاشتقاق ما فيش والله دفعة واحد بشكل عام، احنا بنحكي انه كيف احسب المشتقة الثانية، لا انت بدك تشتق المشتقة الأولى، بدك
تشتق المشتق الاولى بعطيك المشتق الثاني. طبعا المشتق الاولى حسبناها من هون، هلا لو اشتقتها كمان مره شو بعطينا؟ 6x y قوه 6. اذا هذا قلنا مؤثر، لاحظوا هذا شو مفهوم احنا مؤثر، هذا انه بيشتق بالنسبه لx بارشلي مره، هذا مرتين والى اخره. هلا بنفس هذا المفهوم نتكلم عن مين؟ عن الواي. بنفس المنطق ونفس المفهوم، فدي صف واي يعني مشتقة بالنسبة لها واي مرة واحدة اشتقاق جزئي، هون مرتين بالنسبة لها واي، كلمة مرتين يعني على الترتيب، وش بشتق المشتقة الأولى بحسبها، النتيجة برد بشتقها مرة ثانية، الناتج بسموه المشتقة الثانية بالنسبة لمين؟ للأصل. أوكي، فعلى سبيل المثال هون لاحظوا كيف هذا بده اشتقه لحظة بالنسبة لمين؟ لواي. هذا بنقول مؤثر، كيف بيأثر على هذا المقدار؟ إنه بشتقه بالنسبة لواي جزئيا، اللي بارشال ديرفاتيف بنسميها. فبنقول x تكبرها زي ما هي، لاحظوا هذا اشتقها، وهذا بيعطينا 6 y قوة 5. طبعا ضرب هون مقادير جبرية تبديلي. اوكي، هلا بنفس المبدأ، هلا شو هاي المشتقة الثانية لهذا المقدار؟ المشتقة الثانية لهذا المقدار، هذا المقدار لاحظوا، هي المشتقة الأولى لهذا المقدار، المشتق ما هذا المقدار. لما اشتقه بالنسبة ل y بصير 5 في 6 30، بصير 30 x تكعيب y قوة 4 وهكذا. إذا فهمنا كيف هذا بيأثر، لاحظوا قلنا قبل شوي كلمة مؤثر، يعني صعب تمرش معكم أنتم قاعدة ولا مرت معكم، بس يعني تخيلوها زي هيك، إنه هذا بقول والله بيأثر على هذا المقدار عن طريق الاشتقاق بالنسبة ل y مرة واحدة، هذا بنسميه مؤثر لأنه بشتق بالنسبة ل y مرتين وهكذا. أوكي. طيب، هاي فهمناها، طيب هاي لحظة، واحد عكسه كأنه معكوسه، واحد على دي اكس، واحد على دي تربيع صب اكس، والستاند فور انتجريتنج بارشلي وذ ريسبكت تو اكس وانس توايس اند سو اون. هلا هون قلنا ايش؟ لما اشتق اشتقاق جزئي طبعا بعتبر المتغير الاخر ثابت واشتق، عرفت علي كيف؟ هون عكسيه، اذا الدي في معكوس الدي واحد على دي اكس، معكوس الاشتقاق هو التكامل، فهون بكامل بالنسبة لمين؟ لإكس مرة، هون بكامل بالنسبة لإكس المقدار مرتين، طبعا شو بعتبر واي؟ ثابت. فلاحظوا كيف، هون شو بدي أعمل فيه أنا هذا المقدار؟ بدي أثر عليه بهذا المقدار، هذا مؤثر، شو هذا المؤثر بيسموه أصلا؟ مؤثر التكامل، ها، فأنا بدي أكامل هذا المقدار بالنسبة إلى إكس مرة واحدة، وأعتبر واي ثابت، فبصير عندي إكس قوة 4 على 4، عظيم، إكس قوة 4 على 4. فلاحظوا 1 على دي إكس، شو هون حطيت بدلها رمز؟ هذا هو رمز التكامل، هذا رمز التكامل، يعني 1 على دي اكس انا مستعيد عنها برمز التكامل زي ما انتم ملاحظين. يعني تقارن هذا المقدار وهاي، لانه لاحظوا هذا نفسه، شايفين؟ فهذا ايش؟ إذا هذا رمز للتكامل مؤثر، ها، كيف بأثر على المقدار؟ والله بخليه بكامله بالنسبة لـ x. طيب واحد على الدي تربيع معناته بدي أكامله بالنسبة إلى x مرتين. هاي رموز ما مرتش معكم، عرفتوا كيف؟ هذا مش تكامل ثنائي، ها، هذا ليس تكامل ثنائي. هذا الرمز، ها، هذا الرمز اللي هو هذا بالذات، عرفتوا كيف؟ بيعني إن إحنا هون عندنا في البارش differential equations هالسعيات في هذا الدروس انه بكامل هذا المقدار مرتين بالنسبة لx، فانا بكتبه زي هيك، لما بدي احل بكتبه الصورة هاي لانه اريح في عملية التكامل، عرفت علي كيف؟ فهو الاصل ايش؟ انا كاملت اول مرة برد بكامل النتيجة، يعني بمعنى اخر شو عم التكامل؟ مرتين، يعني اول شيء كاملت هذا المقدار زي هيك، عرفت علي كيف؟ طبعا شو بده يعطينا هذا؟ هذا هو اعطانا اللي هون، ردوا هذا المقدار، إذا بدنا نقيم هذا كلياته هلا بصير ونستعيض عنه بهذا المقدار. هذا المقدار كامل بصير اكس قوة 5 على 20 صارت طبعا، هو على 5 في 4. فبعطينا زي اوكي. طبعا اكيد صارت واضحة بالنسبة لكم، بنفس المبدأ راح يكون ايش؟ 1 على الدي واي، 1 على الدي واي تربيع إلى آخره، نفس المبدأ. مثل زي هيك لاحظوا كيف، ها، واحد على دي واي، واحد على دي واي تربيع، يعني ايش؟ التكامل بالنسبة إلى واي مرة مرتين وهكذا، عرفتوا علي كيف؟
فهذا المقدار ده كامله بالنسبه ل واي بارشلي زي هيك. لاحظوا اكس ثابت ما لهاش دخل، كامل ثابت يعتبر. فتكامل واي قوى 6 هو واي قوى 7 على 7. طبعا هاي امثله التوضيح. انا قلت لاحظوا الكلمه اللي بحكيها العامه انه كامل بالنسبه لواي، هلا تكامل نسبه لواي قد يكون ايش هو اللي عندي جوا بالاجزاء بالتعوير تعويضات خاصه الى اخره، في ساين في كوساين. اذا انا بشكل عام بقول تكامل بالنسبه لواي. هلا في الحاله الخاصه البسيطه هاي للتوضيح اخذناها زي هيك، فنقول واي قوه 7 على 7 هذه المقدار. بينما هذا الرجل بعد تكامل بالنسبه لواي مرتين، اول مره هذا احنا كملناها هون. لاحظوا كيف يعني صور لو كنت حاط قوس بدك تحسب هذا القوس بالاول، بس ما فيش داعي، مفهومه ضمنا انه بكامل اول شيء بالنسبه لواي بصير واي قوه 7 على 7 اكس تكعيب. طبعا يمكن خارج اكس تكعيب برا، فهي المساله انه ضرب، عرفت علي كيف؟ يعتبر ثابت. ورد كامل واي قوه 8 على 8 و7 في 8 56. اوكي. طيب هلا فهمنا شو المقصود بكلمه اوبريتر. طيب هلا بنيجي لطريقه حساب زد البي. طبعا لاحظوا كيف في عندي طريقة عامة لأي مسألة تستخدم، وفي طرق بسموها شورتس ميثودز مختصرة. أكيد طبعا الطرق المختصرة لها ظروف خاصة فيها، إذا انطبقت فهي أريح وأسهل للحساب. الطريقة العامة يمكن استخدامها لأي مسألة، بينما الطريقة الخاصة لها ظروف خاصة. طبعا إذا انطبقت الظروف الخاصة بكون الحل على الطريقة الخاصة احسن من الحل على الطريقه العامه بشكل عام، عرفت علي كيف؟ بتكون هاي اصلا لاحظوا كلمه شورتس مختصر يعني طريق مختصر. اوكي. طيب شورتس ميثود اوف فايندينج ذا فيرتيكال انتجرال. عندي هاي اول حاله فيهم. بنسميها هذا الدرس البسيط هلا شورت ميثود نمبر 1. بيقول لي وين اف اوف اكس الواي از اوف ذا فورم. اذا فانكشن على صيغة هاي تركيب خطي، خلينا نسميه مثلا تركيب خطي. هاي الحالة خلينا نوضح لكم اياها بسرعة، يعني شو معنى الفانكشن اف اوف اي اكس زائد بي واي؟ قد تكون على الصورة هاي، يعني يكون الاقتران لاحظوا زي هيك مثلا على سبيل المثال جذر، لاحظوا هذا جذر هسا اعطوش خط مثلا 2 اكس زائد 3 واي. فبنقول مثلا في الحاله هاي هو اصلا معناته الفانكشن فاي على سبيل المثال اوف يو صور تساوي جذر اليو. اسف جذر اليو. هلا فاي اوف 2 اكس زائد 3 واي بصير جذر 2 اكس زائد 3 واي. مثلا عرفت علي كيف؟ على شكل زي هيك قد يكون اي قوى يو. في يو تربيع مثلا على سبيل المثال. هلا شو بصير هاي؟ بصير A x زائد b y مثلا على هذا الشكل A x زائد b y تربيع مثلا انسوا هاي هسا في E قوة نفسها A x زائد b y مش نفسها تكون تربيع A x زائد b y قد تكون زي هيك. لاحظوا كيف هاي كل حالات ممكنة. أو مثلا يكون الشكل الطرف الأيمن مثلا 1 على 2 x ناقص 7 واي، عرفتوا كيف؟ هاي كمان. او لاحظوا قد يكون مو اي وبي اعداد، ممكن يكون بي صفر بضل فقط مثلا 1 على 2 اكس، بصير استخدم الطريقه هاي مختصره. اوكي. هلا هون لاحظوا كيف اذا كان الطرف الايمن من الصوره هاي زي هيك اختراعات، ف طبعا هاي نفس ترى بنطبق عليها مثلا ساين ها اكس ناقص 3 واي. تركيب هذا التركيب الاقتران هو ساين الزاويه اكس ناقص 3 واي. في هاي الحالات لاحظوا في عندي حالتين، لما بعوض بالاف كابيتال مكان دي اكس شو بعوض؟ اي، ومكان دي واي بعوض بي. شو الاي والبي؟ هون انتبهوا قضايا الاي والبي من وين بجيبهم؟ الاي هي معامل اكس والبي هي معامل واي، شايفين؟ اند وإذا كان f dx dy is homogeneous function of degree n then we have. إذا كان هذا الجواب لاحظوا لا يساوي صفر. طبعا راح ناخذ حالة انه مش homogeneous بس راح نطبق عليه هذه الطريقة. اوكي. في حالة احنا قلنا الحل هاي زد البي، تذكروها هاي زد البي.
هلا اذا كان الاف اوف اكس الواي على هاي الصوره، على هاي الصوره، فبكون هذا المؤثر بياثر على هذا المقدار كالتالي. لاحظوا كيف باجي بعوض مكان دي اكس بالاي اللي هي معامل اكس، مكان دي واي بعوض في البي اللي هي معامل واي، وهذا المقدار لاحظوا كيف باجي بكامله ان مره، من هذا هوموجينيوس اوف ديجري ان. لاحظوا شو بنقول، فاي اوف في كان بعوض مكان اي اكس زائد بي واي، في بقول دي في دي في دي في ان مره. عرفتوا علي كيف؟ هلا بعد ما خلص التكامل برجع بعوض مكان البي اي اكس زائد بي واي. احنا شو بنحسب قاعدين؟ بيرتكولار انتجرال، ولذلك ما في داعي هون وانت تكامل كل مره تضيف لي سي. ثابت التكامل، ثابت التكامل، اعتبر سي صفر. ليش؟ احنا قلنا انا بدي اي حل جزئي، بيرتكولار سولوشن، بدي اي حل خاص للمساله، فانا بختار اريح شيء. اذا لاحظوا كيف؟ وانا بنعوض، بس لاحظ انت بتعوض ممكن اعطيك صفر، اذا ما اعطاه صفر بشتغل زيك. طب اذا اعطى صفر انتبهوا لها، مهم جدا هاي الحاله. وين اف ال بي يساوي صفر، وي هاف، راح استخدم هاي، ما اكتب زد البي تساوي هاي، لا راح استخدم هاي القاعده، انه 1 على بي دي اكس ناقص اي دي واي قوه ان في الفاي، هاي هي عباره عن، لاحظوا كيف هاي الان، شو الان هذا موجز اوف ديجري ان كمان مره، ها بيعطينا اكس قوه ان، بي شو البي دي معامل واي في المساله، قوه ان في ان فاكتوريال في الفاي اوف اي اكس زائد دي واي. ما راح نوضحها من خلال امثله، عرفت علي كيف؟ يعني بمعنى اخر في الحاله هاي اذا كان هذا المقدار بيعطيك صفر، كان بقول لي انه هذا المقدار يمكن كتابته على الصوره هاي. فهمت علي كيف؟ انه هذا المقدار يمكن كتابته على الصوره هاي. هاي المحاضره هيك من ناحيه نظريه. هلا بنيجي من ناحيه عمليه. example solve هاي المعادلة. لاحظوا هاي صارت نون هوموجينيوس. احنا في المحاضرة السابقة لما كنا نحل كان عندنا دائما هذا الطرف صفر، يعني مش موجود، كان صفر ونحلها. هلا نفس المبدأ تشتغل في البداية، بدك تعتبره انه هذا صفر وتحلها. بس الفرق على المحاضرة السابقة انه في المحاضرة السابقة كنا نقول زد تساوي جاس روشن الى اخره، هون لا، هون بنسميه زد السي. لاحظوا معادل النن هوموجينيوس، هو بمعنى اخر اجت السي من كورسبوندينج هوموجينيوس ايكويشن، هو حل لمين؟ هاي لما نقول سولف هاي الكورسبوندينج هي المعادله التي تناظر المعادل الاصلي، المعادل الهوموجينيوس طبعا المقصود المتجانسه. اوكي مثال، قلنا هذا المثال، هلا بدنا نحل هذا المثال. انا اول خطوه شو بعمل الاصل؟ لاحظوا كيف؟ بساوي هذا المقدار بالصفر، ها، وبنكتبها باستخدام الرموز بتتذكر، بنقول دي اكس تربيع زائد 2 دي اكس دي واي زائد دي واي تربيع تساوي صفر، وبنستخدم الاوكسيلري ايكويشن زي ما هو موضح لنا اياها هون. فهمتوا علي كيف؟ انا صار ما كتبتها شو، بس انا وضحت لكم اياها، انه اول خطوه شو بساوي انا فيها؟ نكتب المعادله هاي، ها تبول هاي لما اجي بكتبها بقول هي عباره عن دي اكس تربيع زائد 2 دي اكس دي واي زائد دي واي تربيع في زد تساوي صفر. بس بما انها اجت من هاي المعادله، لاحظوا كيف من هاي كلها اللي سويت الطرفين بالصفر، لذلك الحل بسميه زد السي. طبعا هاي حليناها مره كمان في المحاضره السابقه، نكتب هاي ام تربيع زائد 2، طبعا هون في لحظه ما فيش واي عامل مشترك، ها يعني شو هاي ام تربيع زائد 2 ام زائد 1 كما هو ملاحظ عندنا هون مكتوب، هذا ام تربيع زائد 2 ام زائد 1 يساوي صفر. هذا مقدار مربع تام، ومن هون بنلاحظ انه ام 1 وام 2 متساويه سالب 1، او بمعنى اخر بنقول الجذر سالب 1 مكرر مرتين. وقلنا في المحاضره السابقه اول حل بيكون على شكل فاي 1 اوف واي ناقص اكس، والحل الاخر بيكون مضروب في اكس. المعادله الرتبه الثانيه فإلها حلين، خلصنا منها.
هلا بدي اجي اذكر لكم كلمه مفهوم النون هوموجينيوس. طبعا شو المقصود بهذا المقدار اف؟ حنقولنا في المحاضره هاي لما قبل شوي كتبت لكم اياها هون، هاي سمينا هيك كتبنا احنا دي اكس تربيع زائد 2 دي اكس دي واي زائد دي واي تربيع، طبعا في زد تساوي صفر. لاحظوا احنا البين قوسين بنسميه الاف، البين قوسين شو سميناه؟ اف كابيتال اوف اكس الواي، دي اكس دي واي. هلا نشوف هوموجينيس او مش هوموجينيس. لاحظوا اصلا هون تربيع وهون الضرب، هاي كانت تربيع، ضرب الاسس جمع، ضرب الاسس ايش؟ جمع، كانوا هاي التربيع وهاي التربيع، فهذا هوموجينيس اوف ديجري 2 بدون ما اغلب حالي. كلها زي هيك، لما يكون عندي هون تربيع 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 دائما يعتبر حاصل ضرب كانه جمع الاسس، فبيعطيك هون تربيع تربيع، فهو هوموجينيس اوف ديجري 2. من الناحيه الرياضيه حنثبتها زي هيك، انه باجي بعوض مكان دي اكس بلامدا دي اكس، مكان دي اكس، ومكان دي واي بعوض لامدا دي واي. لاحظوا وين في دي واي بعوض مكان ايش؟ لامدا دي واي. وين في دي اكس بعوض لامدا دي اكس، وذاك بعطينا زي هيك. شايفين كيف؟ لامدا تربيع دي، طبعا هون يمكن اخراج لامدا تربيع عامل مشترك. اللي ظل هذا، اللي ظل هذا هو اللي كنت قلت لكم اياه، سميناه اف دي اكس دي واي. اذا معناته هذا هوموجينيوس اوف ديجري 2. لاحظوا هذا المقدار اصلا شو هذا اللي ظل؟ هذا نفسه اللي هو اف of dx dy مضروب في مين؟ في اللمدة التربيع، وذلك سميناه ايش؟ هوموجينيوس اوف ديجري 2. طيب خلصنا منها، نيجي هون قلنا هذا المقدار بيأثر، لاحظوا هذا التركيب خطي، لاحظوا 2 x زائد 3 y، اذا هاي ال a معامل x بنسميها a، ومعامل y سميناها b، وقلنا بنعوضهم مكان dx ومكان dy. هذا سميناه اف زي هيك، لاحظوا كيف؟ باجي بعوض هنا 2 بالاف ومكان الدي، لاحظوا بالاف هذا بين قوسين اف، ومكان دي واي بعوض الثلاثه. بحسبها بالرياضيات بيطلع معنا 25، اذا لا يساوي صفر. اذا انطبقت الحاله الاولى، هذا هي ها. واذا كان لا يساوي صفر، شايفين؟ هذا هي. بعمل زي هيك. طبقت الحالة الأولى معوض لا يساوي صفر. شو النتيجة التأثير؟ نقول 1 على 25 حصلت عليها بالتكامل، قلنا هوموجينيوس اوف ديجري 2 معناته بكامل ايش؟ هذا المقدار مرتين، اللي هو هذا المقدار. شفتوا كيف؟ يعني شو عملت انا؟ لاحظوا كيف قلنا مكان 2 اكس زائد 3 واي بعوض دي هون مرتين، مش لانه هاي تربيع، لا هون لانه هذا هو هوموجينيوس اوف ديجري 2، هذا لانه هوموجينيوس اوف ديجري 2. فهمتوا كيف؟ هذا ايش؟ الطرف الايمن تاع المعادله، هذا الطرف الايمن تاع المعادله، هذا هي فيها تربيع ما لهاش دخل في الحل. عرفتوا علي كيف؟ فلما لاحظوا يصير 2 اكس زائد بنعوض مكانها الفي تربيع، طبعا تكون مرتين بعطينا زي هيك، هذا الجواب. بعدين بعوض مكان V هذا المقدار، اذا ال V شو هي عندنا؟ هذا المقدار اللي سميناه V، ها هذا المقدار اللي هو ال V. فبنقول بنكمل مرتين، شو السبب مرتين؟ لانه هذا المقدار هوموجينيوس اوف ديجري 2 F هوموجينيوس اوف ديجري. طبعا هاي سهل جدا معرفه الهوموجينيوس في حالتنا احنا، دائما تطلع دائما على الاس هون عندك، طبعا لا المشتقه الثانيه هاي يعني اس 2 كانت بتقول هون اس 2 اس 2 بعد هوموجينيوس اوف ديجري 2. اوكي طبعا عندنا سولوشن للمعادله كلها بتكون من حلين زد سي زائد زد ال بي، كتبناها زي هيك. ناخذ المساله اللي بعديها واللي سول هاي المعادلة، طبعا واضح زد السي راح تكون، لاحظوا من هنا هاي لها ثلاث حلول، لانه هاي لاحظوا ايش؟ المشتقة الثالثة، المشتقة الثالثة، المشتقة الثالثة، المشتقة الثالثة، فهذا المقدار اللي هون عندي هوموجينيوس اوف ديجري 3
بدون ما اقلب حالي واساويها، يعني في الامتحان مباشره راح احل. طبعا الحل هون معطيها جاهزه، بسويها اول شيء لاحظوا كيف بعتبرها صفر، بس لان الحين ما بديش اعيد كتابتها انا، لاحظوا مباشره حليت. شو المقصود فيها انا؟ المقصود فيها اول شيء بسويها بالصفر وبحلها. كيف بحلها هاي؟ بنعوض مكان دي اكس بالام ومكان دي واي بالواحد، قلنا الدي واي واحد والدي اكس ام، فبعطينا ام تكعيب ناقص 2 ام تربيع ناقص ام زائد 2. بحلها. طبعا هو واضح عندي ثلاث حلول، ام واحد وام سالب واحد وام اثنين. اولا لازم تتعودوا كيف تحلوا هذول المعادلات الجبريه. اوكي، فاعطانا قلنا ثلاث حلول، ام واحد ام اثنين ام ثلاث. طبعا كل حل بناظره حل، فالحل الاول هذا للمعادله الجبريه بيعطينا حل المعادله التفاضليه الجزئيه اللي هو فاي 1 اوف واي زائد اكس. حيكون الحل ايش؟ يبحث على شكل y زائد m x. طيب الحل الاخر هون لاحظوا ثلاث مختلفات، اذا y2 of y ناقص x، والحل الثالث y3 of y زائد 2x. ممتاز جدا. طيب هلا اجى دور مين؟ حساب زد البي. اول لاحظوا كيف المعادله الطرف الايمن، شو قلنا؟ هذا هو فاي اوف ايكو اكس زائد واي، لاحظ خطي اكس زائد واي، فهو زي تركيب خطي يعني بكون، عرفتوا علي كيف؟ او زي كومبوزيشن الداخلي بكون دائما خطي. اوكي، فلاحظوا هون طبعا واضح المساله انه الاكس واحد والواي واحد، الاي واحد والبي واحد. اذا الاي ممكن اكتبها واحد وهاي في واحد، اذا فال A تساوي B تساوي 1. أنا بحكي بشكل عام في الرياضيات، هلا إذا بحصلت الأمثلة حالات خاصة ما لناش فيها، عرفت علي كيف؟ فبنقول لاحظوا الحل زي هيك هسه، لو جيت أعوض 1 1 شو بعطيه؟ راح أعطيك 0. راح يعطينا إيش؟ 0 راح يعطيك، يعني تيجي تعوض مكان دي إكس ب 1 ومكان دي واي ب 1 بعطيك صفر، لانه واحد ناقص اثنين وناقص واحد هاي ناقص ثلاثة، هاي واحد زائد اثنين ثلاثة، ثلاثة ناقص اذا صفر. ايوه، انتبهوا كيف راح يصير نستفيد انه كيف احلل هذا المقدار من الاوكسيلري ايكويشن. لاحظوا كيف بدي احللها. حقولنا الام، الام بحصل عليها الام، طبعا هون لاحظوا شو تحليل هذا المقدار، هو عبارة عن ام ناقص واحد في ام زائد واحد، وهاي زي ما هي بتنزل في ام ناقص اثنين تساوي صفر. هاي طيب الام شو هي الام؟ اذا تتذكروا الام هي دي اكس، صح ولا لا؟ انا عوضت مكان دي اكس بايش؟ بام. فهل لاحظوا كيف بدي احلل هذا المقدار اللي بين قوسين؟ فتخيل انت مكان الام تكتب دي اكس، بس عندك دي اكس، اوكي بصير دي اكس ناقص، حنقول الواحد شو هو الواحد؟ دي واي، انا عوضت مكان دي واي بواحد. فهذا المقدار هذا يعني اعوض دي اكس بعوض. طيب ضرب، هاي ضرب. الام قلنا دي اكس زائد طبعا دي واي. وهنا ام ناقص هاي اثنين، وشو ما هي اثنين في واحد اصلا، والواحد دي واي. عرفتوا كيف؟ فهنا حللت هذا المقدار العوامل الاوليه الخطيه باستخدام هاي المعادلة. اوكي، فهمت علي كيف اجى التحليل هالسعيات؟ انه انا هون سائل جذر تعامل معه مر معنا في المدرسة، هذا المقدار كيف احلله؟ اوجد جذوره. طيب، ف هذا المقدار لاحظوا كيف؟ صفر، لاحظوا شو بدي اساوي هلا؟ هون احنا قلنا الـ A واحد والـ B واحد. الـ A واحد والـ B واحد. لاحظوا لما باجي بكتب زي هيك، هلا لما تعوض الواحد واحد وين بعطيك صفر اصلا؟ هذا اللي بعطيك صفر، بخليه دائما بالاول، يعني فرضا انا كتبت انه هذا كان موجود عندي هون. انا كتبته لما حللته كان مكتوب عندي هون. مباشرة بعمل اول شيء هون، اللي بعطي الصفر، اللي بعطي مين؟ الصفر. لاحظوا انه انا عندي بس هذا الحد اللي بعطي الصفر، لانه واحد ناقص واحد صفر. طبعا 1 زائد 1 2،
واحد ناقص اثنين واحد، واحد ناقص اثنين ناقص واحد، فهذا المقدار اللي بعطي صفر خليته بالأول، لاحظوا هون. طيب هذا المقدار ما بعطي صفر، هذا بتعامل معه بطريقة. طيب إذا شو بنساوي هلا؟ احنا قلنا المقدار اللي بعطي صفر ها دائما خليه في الأول. هذا المقدار اللي ما بعطي صفر، لاحظوا هذا اصلا هذا اس واحد وهي اس واحد، وضرب الاسس جمع، يعني لو ضربت مع بعض شو بيعطيك؟ دي اكس تربيع، صح ولا لا؟ وهي في هاي ناقص 2 دي واي تربيع، وهذول مجموعهم بيعطيك ناقص 2 بيجوا ناقص 1 دي اكس دي واي، بكل عم بعطينا هون ناقص 2 بعطينا زائد دي اكس دي واي. شوفوا كيف هذا، قلت لكم هذا كله اصلا مؤثر. هلا انا استخدمت الاريحيه، اخذت هذول الثنتين مع بعض وجاوبتها مباشره، عرفتوا علي كيف؟ اخذت هذا كلياته دفعه واحده، قلت هذا اللي بعطي الصفر خليته لحال المؤثر. اجيت هذا المقدار، شو بيعني هذا المقدار؟ انه بعوض مكان دي اكس بواحد ومكان دي واي بواحد، كحاله خاصه عندي، عرفت علي كيف؟ فلما بعطيني زي هيك وبكامله مرتين، لانه هذا اذا بتضربهم مع بعض هذا المقدار هوموجينس اوف ديجري 2. اوكي بكامله مرتين، طبعا اي قوه في تكامل مرتين نفسها، فاعطانا زي هيك الثابت هذا يطلع برا. لاحظوا هذا اللي قبل شوي كنت اقول لكم بعطي الصفر، هذا وهذا المقدار بعطي صفر، هذا ايش؟ هوموجينس اوف ديجري 1، يعني هنا بعوض لمدا، هاي لمدا، اذا يمكن اخراج لمدا عامل مشترك، اذا هذا المقدار هو عباره عن ايش؟ اس واحد اذا بتتذكروا، فهون بيلعب دور الان واحد هلا، بيلعب دور الان واحد، ولذلك لاحظوا بنقول ناقص نص، صح؟ اكس قوه ان، قديش الان؟ واحد، الان واحد، اذا اكس على البي واحد، عرفت علي كيف؟ وهكذا. يعني حسب القاعدة اكس قوة واحد، البي واحد والان واحد، فاكتوريال واحد بظلها، فبعطي في الاقتران نفسه، فبكون هذا الجواب، وهيك بعطينا الجنرال سولوشن. اوكي. لتوضيح هاي الحالة ناخذ كمان مثال. طبعا لاحظوا كيف؟ أنا في المثال السابق راح توصل لنفس الجواب لو حليت كالتالي. قلت انا بدي اخذ هذا اول مقدار، هذا مؤثر، لاحظوا كيف؟ هذا اول مقدار لحاله. طبعا قلت لكم الصفر بحطه بالاول، ها للاريحيه في الرياضيات والحل للاريحيه. طيب باجي بقول هون لحظه، هذا شو هذا المقدار بيعني لنا؟ بنقول بعوض مكان، لانه هذا تركيب خطي، باجي بعوض مكان دي اكس بواحد ومكان دي واي بواحد، ما بعطيناش صفر، واضح معه. فمثلا هذا المقدار شو بعطينا؟ لاحظوا هذا المقدار، لما نعوض هذا المقدار بضل زي ما هو. تذكروا انه زي ما هو. انا بحكي بس عن هذا الجزء، بقول تساوي هذا المقدار، لاحظوا كيف؟ واحد ناقص اثنين ناقص واحد، اذا هذا المقدار هو عباره عن ناقص واحد، ايوه، هاي هو جزء في ديجري 1، معناته مكان مره واحده اي قوه في. والجواب شو بيعطينا؟ ناقص اي قوه في، اللي هي اكس زائد واي. خلص من هذا المقدار، لاحظوا كيف؟ لما بخلص من هذا المقدار شو بساوي؟ اي واي. باجي لل، لاحظوا اذا خلصت من هذا، خلصت منه، باجي لهذا المقدار وبتعامل معه بنفس المبدا مع هذا الفانكشن الناتج. طب عوضه، طبعا السائد دائما طلع برا، الثالث بيطلع برا دائما. واحد وواحد اثنين في المقام، لاحظوا واحد على اثنين طلعت برا، اللي هي ظهير قبل شوي كنا نحكي عنها. ظلت ايش؟ اي قوه في تكاملها نفسه. فبالاخير تحصل على نفس الجواب. اوكي. مثال بعديه. الجنرال ضمن مجموعه زد سي زائد زد البي، اقول احل هاي المساله. نفس المبدا السابق. بنسويها بالصفر. فبنكتب بعديها اكزيلري equation m تكعيب ناقص 6 m تربيع زائد 11 m ناقص 6. لاحظوا هنا انه ما في عندك دي واي عامل مشترك تخرجها، هي مهمه جدا. طبعا هاي انا جاوبت وحكيت الجواب مباشره، عرفت علي كيف؟ انت باستخدام بتتذكر القسم التركيبيه، القسم التحليليه، مش عارف القسم الطويل، المهم بتحلها، بتوجد الجذور. يعني هو في البدايه طبعا بدك توجد احد الجذور تحت هاي المعادله وبعدين تقسم عليه.
نقول مثلا ناقص 6 هي عبارة عن ناقص 1 في 6، أو مثلا ناقص 2 في 3، أو 2 في ناقص 3. بتعوضها، بس أعطيك جذر، بتقسم، بتطلع لك معادلة تربيعية، معادلة تربيعية سهل جدا حلها. إذا هو لاحظ عندي الجذور مختلفة، ممتاز جدا. إذا شو بيعطينا معناته؟ ثلاث حلول، هاي ام 1 1، ام 2 2، ام 3 3 الأول. وهذا الجنرال زد السي. أوكي. هلا لاحظوا كيف؟ إذا بتعوض اف الخمسة وستة، شو خمسة وستة؟ اللي هم هذول. هاي قلنا ايش؟ هاي الـ A وهاي B. وين بنعوضهم؟ بنعوض مكان دي اكس ومكان دي واي. شوفوا كيف عاد أهمية هذا التحليل في الرياضيات. الأريحية في الحل. طبعا أنت لو جيت تعوض هون بتقول خمسة تكعيب ناقص 6 في 5 تربيع في 6، مكان دي واي معوض احنا ب زائد 11، مكان دي اكس 5، مكان دي واي 36، وهكذا. لكن تخيل عندك لما تكون كاتب هذا المقدار باستخدام هذا التحليل بكون الحل اريح. لاحظ هذا المقدار يمكن تحليله يقول لك كيف كالتالي، نقول دي اكس ناقص دي واي، صح ولا لا؟ في دي اكس ناقص 2 دي واي في دي اكس ناقص 3 دي واي. هنقول دي واي 1 صح؟ ما هي 3 في 1. الواحد مكتوب مكانه دي واي. لاحظوا التعويض هون سهل جدا. شوف نقول 5 ناقص 6، شوفوا كيف؟ حلو؟ هاي 5 ناقص 6، شغله صارت الحل. هاي ناقص 1 اعطتني. ها هون شو تعوضوا؟ كمان شفوي 5 ناقص، لاحظوا اذا الاي هاي الاي هاي الاي وهاي البي. نقول لاحظوا كيف شو بنقول 5 ناقص 12، 5 ناقص 12 ناقص 7، هاي ناقص 7. لاحظوا الحل اسهل. طب هون هاي 5 ناقص 18 ليه 13، اذا ناقص 13. اوكي فاريح. طبعا لو حليت بدك انا حاسبه، بينما هون شفوي طبعا ناقص في ناقص في ناقص اعطيك ناقص، و7 في 13 هي 13 احنا قلنا راح يعطينا 91 سالب. ولذلك لاحظوا كيف هم من الفوائد تعلموها في طرق الحل وانه نجعل الحل اريح لنا. لاحظوا كيف من وين اجت هاي؟ انه حللت الاف دي اكس دي واي بصوره اخرى. طيب هذا صار سهل جدا، بكامل هذا المقدار بالنسبة ل في لحظة ثلاث مرات نفسه، بعطينا هذا الجواب وهاي الجنرال سولوشن. اوكي. بقية السلايدات داخلين في محاضرة منفصلة في وقت آخر بكملها المحاضرة هاي، يعطيكم العافية.